في عام المجتمع المدني اللي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على دمج كل منظمات المجتمع المدني وتوفيق أوضاعها، مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بيتيح مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لمدة سنة كمان. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تليفون الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك كافة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس في البداية عن إيه توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي؟ طبعا هو بداية في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي صدر برقم 149 سنة 2019. القانون عندما صدر نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون إن كافة منظمات المجتمع الأهلي عليها أن توفق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور لائحة تنفيذية للقانون. اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 11 يناير 2021 من السيد رئيس مجلس الوزراء، وبناء عليه كان عندنا مهلة سنة لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي لتوفيق أوضاعها. توفيق الأوضاع ده يعني بيعني إن كل مؤسسة عمل الأهلي عليها إن هي تعيد الموافقه على لائحه النظام الاساسي واللوائح الداخليه المنظمه ليها بما يتفق واحكام القانون الجديد. فبناء عليه كل جمعيه ومؤسسه عمل اهليه كان مطلوب منها ان هي تعد مشروع لائحه جديد وفقا للنظام الاساسي اللي بيتفق مع احكام القانون الجديد، وتدعو جمعيه عموميه غير عاديه للموافقه على النظام الجديد، والتسجيل ورقي والكتروني من خلال المنظومه الالكترونيه اللي اطلقتها وزاره التضامن الاجتماعي. بتسجل عليه المستندات الخاصه بتوفيق الاوضاع اللي هي متعلقه بمحضر مجلس الاداره ومحضر الجمعيه العموميه غير العاديه ولائحه النظام الاساسي المعدله وفقا لاحكام القانون. طيب استاذ ايمن، ايه الفائده من مساله توفيق الاوضاع ده بالنسبه للجمعيات؟ لا، هو الفايده هو طبعا مع صدور اي تشريع جديد للعمل الاهلي مطلوب من كل الكيانات المسجله ان هي توفق اوضاعها بما يتفق واحكام القانون. فالفايده اللي انا بعدل النظم الخاصه بيا بما يتفق واحكام القانون الجديد. طبعا القانون الجديد بيشهد العديد من الامتيازات والعديد من الاجابات الخاصه بالعمل الاهلي، فبالتالي كل اللوائح القديمه اللي كانت الجامعات بتعمل بيها بتتطلب تعديلها بما يتفق والفلسفه الجديده للقانون اللي طبيعه الامتيازات دي ايه يا فندم اللي بتقدم من خلال القانون؟ هو طبعا القانون ادى مساحه اكبر للعمل الاهلي، اتبنى على فلسفه من الشراكه بين الحكومه وما بين مؤسسات المجتمع الاهلي في العمل بعد تحقيق التنميه المستدامه. في عديد من الامتيازات والتسهيلات اللي بتتقدم والتخفيضات اللي بتتقدم للمؤسسات العمل الاهلي، سواء اعفاءات جمركيه، سواء تخفيض في استهلاك الكهرباء والميه، سواء نظامها الاساسي وكيفيه اختيار مجالس ادارتها وكيفيه انتخاب مجالس ادارتها لدوره مدتها 4 سنوات، كذلك اتاحه الشان الداخلي للجمعيات دون تدخل من الجهه الاداريه، تحديد وسائل دعوه الجمعيه العموميه ومجلس الاداره وفقا لكل نظام اساسي لكل جمعيه، كذلك ما فيش عقوبات سلبه للحريه في قانون الجمعيات الجديد، ودي اول مره تحدث في تشريع يخص العمل الاهلي، تنظيم تلقي التبرعات وكذلك تنظيم تلقي التمويل الاجنبي من الخارج. دي نقطة مهمة جدا انه تم التركيز عليها في القانون الجديد، تلقي التبرعات عشان نعرف هي جاية منين ورايحة فين، وكذلك التمويل ايضا من الخارج. تمام، بكل تأكيد دي احد الامتيازات، وحددت مهلة زمنية لكل طرف من الاطراف سواء الجمعية او الجهة الادارية فيما يخص التوقيتات الزمنية لتقديم الاوراق والمستندات والموافقة عليها، فبالتالي ادت مرونة وتسهيلات اكتر وادت شفافية في التعامل ما بين الجمعية وما بين الجهة الادارية. عظيم. احنا عايزين بس نركز على حاجة، ان زي ما قلنا ان ده قانون جديد، فبالتالي كل المؤسسات كل الجمعيات الاهلية يجب عليها توفيق اوضاعها، يعني المسألة مش متعلقة مثلا بالقانون القديم ففي بعض مخالفات في جمعيات او مؤسسات فبتوفق اوضاعها، لا، كل المؤسسات كل الجمعيات الاهلية. بكل تاكيد هو طبعا مع صدور اي تشريع بيبقى فيه الزام على كل المؤسسات ان هي توفق اوضاعها، تعيد تسجيلها واشعارها من جديد وفقا لاحكام القانون، فده مش مبني على وجود مخالفات او غيره، بالعكس ده بمثابه يعني شهاده ميلاد جديده لكل مؤسسه عمل اهلي بتعمل في مصر. احنا عندنا اكثر من 250 الف مؤسسه عمل اهلي بتشتغل في مصر. طبعا اللي وفق اوضاعه اللي تقدم طلب توفيق اوضاع 32 الف جمعيه، واللي استوفى اوراقه 28 الف جمعيه فيما يخص توفيق الاوضاع خلال المده السنه اللي كانت محدده طبقا لاحكام القانون. وبناء عليه وزاره التضامن
يعني دعت الى تعديل تشريعي فيما يخص مد المهله ومهره اخرى، وعرضت مشروع تعديل على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء تفضل بالموافقه على منح عشان باقي الجمعيات تلحق تقدم هي كمان. عشان باقي الجمعيات تلحق، لان احنا استندنا ان كان في معوقات تخص الـ يعني فتره توفير الاوضاع، اهمها طبعا جائحه كورونا. استاذ ايمن، هو ده مش متوفر الكترونيا؟ يعني الجمعيات ما تقدرش تعمل ده الكترونيا، لانه بنتكلم على موضوع الجائحه. تقدر توفر اوضاعها الكترونيا، تسجل الكترونيا، انما اجراءات توفير الاوضاع بتقتضي دعوه المجلس الاداره ودعوه الجمعيات العموميه للانعقاد للتصديق على لائحه. فبالتالي في العديد من الجمعيات عدد الاعضاء فيها بيتجاوز الالوفات، فبالتالي شاريين يجتمعوا بسبب جائحه كورونا. فده من ضمن الاسباب الرئيسيه. السبب الثاني المنظومه الالكترونيه، وده نهج جديد ما بتنتهجه وزاره التضامن الاجتماعي فيما يخص التحول الرقمي لمؤسسات العمل الاهلي. طالما في نظام جديد فبيحتاج طبعا بعض الوقت فيما يخص التاجيل والتدريب، سواء للقائمين عليه او كذلك للجمعيات والتعامل مع مؤسسات العمل الاهلي. فبالتالي دعا ذلك وزاره التضامن المطالبه بتعديل فتره توفير الاوضاع ومنح فرصه للجمعيات، خاصه احنا بنتكلم ان السيد الرئيس دعا لعام 22 عام المجتمع المدني، فبالتالي لازم الدوله تكون مسانده وتقدم تسهيلات كثيره لمؤسسات المجتمع المدني حتى تستطيع ان هي تكون شريك رئيسي وفعال بالفعل مع الدوله في تحقيق اهداف التنميه المستدامه لمصر. طب احنا لحد دلوقتي عندنا كام جمعيه تقدمت باوراقها لتقنين الاوضاع؟ 32,000 جمعيه. والمفروض ان احنا يعني ايه المستهدف ان احنا نوصل له؟ الرقم المستهدف ان احنا نوصل له؟ لا، هو المستهدف ان احنا عندنا 52,600 ده اللي كنا مستهدفين، ولكن بكل تاكيد مش كل احنا مش بندور على عدد الجمعيات ان الجامعه انها ممكن توفر اوضاعها، لان في جمعيات بالفعل يعني متوقفه من فتره لاسباب متعدده، منها غياب عدد من مجالس الادارات نتيجه للوفاه او نتيجه لعدم رغبه باقي الاعضاء في استكمال مسيره العمل الاهلي، كذلك ان في بعض الجمعيات توقفت لعدم وجود تمويل خاص بها. دي كلها اسباب دعت بعض الجمعيات انها تستكمل ولكن في النهايه احنا طبعا الدوله بتمد ايديها لكل مؤسسات العمل الاهلي ان هي توفق اوضاعها، بنتمنى ان الجميع يوفق اوضاعه، بنتمنى ان حتى المؤسسات اللي ما كانتش شغاله وكانت عندها بعض المعوقات انها تتقدم للجهه الاداريه. عظيم عظيم ان احنا راينا حاجه زي دي، عظيم ان احنا راينا ان في فتره كورونا بالتاكيد كان في ظروف كتيره جدا للجمعيات لمؤسسات مختلفه ان هي مش قادره ان هي توفق اوضاعها، فالموضوع مش تعسيف على الفاضي، مش قيود بتفرض على هذه الجمعيات الاهليه ولا المؤسسات، لا، الموضوع احنا بنوفق اوضاعنا وفق قانون جديد، وعشان كده كانت المده سنه، فزودنا او طلبنا تعديل بزياده المده لسنه اخرى عشان هذه الجمعيات تلحق ان هي توفق اوضاعها. تمام، بكل تاكيد هو ده الهدف الرئيسي اللي احنا وده ثقه من الدوله في الجمعيات الاهليه، وندي مساحه اكبر للجمعيات الاهليه حتى تتمكن ان هي تستمر، وحتى تتمكن ان هي تقوم بدورها الفعال في خدمه المواطن. فبالتالي ان الدوله لازم الحكومه لازم تقدم تيسيرات للمؤسسات المجتمع المدني باعتبار ان هي شريك رئيسي للدوله، ونحن كلنا بنشهد العديد من المبادرات اللي بتطلقها الدوله، ومنها طبعا المبادره القوميه حياه كريمه، الجمعيات شريك رئيسي فيها، صحيح، مع وزاره التضامن ومع الحكومه في تنفيذ العديد من التدخلات، فدي ثقه من الدوله في المجتمع الاهلي. عظيم جدا استاذ ايمن عبد المجود مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الاهلي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.